ونتمنى أن يكون من تمدد في أعلى درجات من كل القبيلة لأجل كتابة باستعمال ربما جهاز النقال. راني صورت اللقطه هذه اللي ربما اجمل لقطات نشوفها هنا في ملعب مصطفى شوكان لما تلتحق الحافله حافله المنتخب الوطني. والابناء راهي داخله راهي تدخل الحافله وراهي التحقت بملعب مصطفى شوكان، وهذا دليل على سبب تاخر الحصه التدريبيه. نرجس نعم راح جازو دخلوا خلاص راحت الكارة إليها راحت حمزة راح حمزة هاني هالطويل يستاذ كونفيرونس ويفضل